نبقى في إنجلترا ومع ضصنا التي عنونت صيف مأساوي لبرشلونة، السيتي سينقض على ميسي. الصحيفة تقول أن كل شيء بات يدل على أن مانشستر سيتي سيدفع قيمة فسخ عقد ليونيل ميسي مع برشلونة والمقدرة ب 300 مليون يورو، خصوصا بعدما تأكد الجميع أن ميسي لم يوقع إلى الآن على عقده الجديد مع النادي الكتالوني. وقال دسن أن الواجهة الإنجليزية تبدو مغرية لميسي لكون بيب غوارديولا هو مدرب السيتي، وهو ما قد يعيد هذا الثنائي للعمل معا بعدما قاد برشلونة لرأس هرم كرة القدم في العالم خلال السنوات الماضية. من إسبانيا وصحيفة سبورت التي علقت على فوز برشلونة في مستهل مشواره بالدوري الإسباني كاتبة: انتصار لأبناء النادي على التشاؤم. الصحيفة قالت أن فوز برشلونة في أولى مبارياته بالليغا كان مطلوبا جدا، وهو الأمر الذي شدد عليه فالفيردي للاعبيه، بما أن الفريق لا يريد إطلاقا أن يبدأ الموسم بأزمة هو في غنى عنها. وأضافت سبورت أن أبناء أكاديمية البارسا سيرجيو روبرتو وجيرارد ليفيو بالتعاون مع ميسي أنقذا الفريق من البداية السيئة ومنحوه الفوز الذي كان ضروريا في عز أزمة سوق الانتقالات الذي يعاني منها البارسا. وقالت الصحيفة إن الانتصار على ريال بيتيس كان بمثابة الأكسجين لفريق يعاني منذ رحيل نيمار. إلى إيطاليا وصحيفة الأجازيتا ديلو سبورت، وفيها نقرأ: الملعب على أقدامه من أجل إيكاردي. الأجازيتا قالت إن البداية أكثر من مثالية بالنسبة للإنتر الذي استهل موسمه أمام حوالي 50,000 متفرج بملعب جوزيبي مياتسا بفوز هام على فيورنتينا. التحية الكبيرة كانت لإيكاردي الذي وجد المرمى سريعا بهدفين أوليين له في السيريا، قبل أن يضيف بيرشيتش الثالث لفريق سباليتي الذي أرسل رسالة لجميع المنافسين في البطولة: إنتر جاهز للذهاب بعيدا في المنافسة على اللقب هذا الموسم. نبقى في إيطاليا حيث علقت توتو سبورت على فوز ميلان الكبير على كروتوني كاتبة: ميلان يستعرض في كروتوني. أضافت الصحيفة أن المباراة كانت سهلة جدا على ميلان المستحدث. فريق مونتيلا عمل بجد في الدقائق الأولى للمباراة فسجل ثلاثية سريعة وتمكن بعدها من اللعب بهدوء من أجل المحافظة عليها. الهدف الأول لكيسي مع فريقه الجديد كذلك المباراة الرسمية الأولى لكوتروني، وسجل فيها أيضا هدفه الأول.